لك على هدف من الاربعه، ايه اجمل هدف؟ هدفين كهربا، هدف حسين الشحات، هدف قفشه. انا بالنسبه لي قفشه وجون كهربا الرابع. جون كهربا الرابع وهدف قفشه. قفشه. طب ما تيجي نشوف الجمهور كان تعليقه ايه على السؤال ده، ماشي. ان احنا سالنا في بدايه الحلقه من وجهه نظركم اجمل هدف من الاهداف الاربعه اللي اتسجلت بالامس في مباراه الاهلي امام استاد ابيجان. تعالوا نشوف مع شهاب الدين احمد تعليقات الجماهير. احمد اشرف بيقول اكيد يعني بلا منازع هدف كهربا الرابع اللي فرحنا بعودته. نفس تعليق شهاب على فكره هدف كهربا. امير بيقول هدف كهربا الرابع. كنا في اتفاق على كده، اوكي اجماع يعني. عبد السلام بيقول هدف حسين الشحات لانه بذل فيه مجهود واحيا هدف. ماشي. راي مختلف معانا. احمد عباس بيقول هدف قفشه جميل، خد وهات مع طاهر والفينش على طريقه توني كروس، مشجع اهلاوي من السودان، تحياتنا ليك ولكل اشقائنا في السودان. مصطفى بيقول سلام عليكم على كل الاهلاويه، احلى هدف في المباراه هدف كهربا الرابع، هو احلى هدف بصراحه. اوكي. ناصر والله كلهم اجمل من بعض، بس انا هختار اثنين بتاع قفشه وكهربا الرابع. صح. اجماع كله كهربا الرابع. يمكن هو جول حلو وجول، وماتش امبارح ده هيدي ثقه الكهربا للفتره الجايه باذن الله. نورتنا يا شاب حبيبي، سعداء بوجودك معانا حبيبي. انا سعيد وما تنقطعش كده عن الجميع، لازم نظهر ونشوف ونتكلم حبيب. وباذن الله نطمن عليك قريب ونشوفك بقى في مجال الاداره او التدريب حبيبي، تكسر الدنيا باذن الله يا رب. وانا اللي مبسوط ان انا كنت معاك وموجود في بيتك، في بيتي طبعا، وبتمنى لك التوفيق دايما يا رب. شكرا جزيلا شهاب الدين احمد، نجم خط وسط النادي الاهلي دايما.